انا هشرب شاي هيك. ماشي. ايه يا ابني، في بضاعة في المخزن زي ما هي كده، واديها لحاج سيد. عارف انه هياخدها بنص الزفت التمن، بس اديها له خلاص، وهات منه اي فلوس تعرف تجيبها. وانت مال اهلك بعمل كده ليه؟ اسمع الكلام وانت ساكت. ولما انت ما قتلتهاش تفتكر مين اللي قتلها؟ اكيد حد ليه مصلحه في كده. زي مين؟ وانا اللي اقول لسعادتك دوروا وراها، وانتوا تعرفوا مين اللي ليه مصلحه. موسى، الكلام اللي انت بتقوله ده عمره ما هيفيدك في القضيه. وبعدين انت هنا عشان تجاوب، مش عشان ترد عليا السؤال بسؤال. وانا قلت لسعادتك انا ماليش مصلحه. يا باشا اصغر حرامي، عارف الناس دي ما بتمشيش بفلوس، وعارف كمان لو قتل حد زي الوزير الدنيا تتقلب عليه. انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك دي تصفيه حسابات بين الكبار، الكبار اللي فضلوا طول عمرهم كبار، طالما في صغيرين زينا بيشيلوا بلاويهم. لا 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 لا، ده الموضوع كده فيه حكايات. ده احنا نقعد كده بقى ونشرب الشاي وتحكي لي بالظبط انت ايه اللي تعرفه يا رايق. ممكن افهم ايه المكتوب هنا ده؟ اللي انت قريتيه ده مش مظبوط. اخويا اتلفقت له القضيه دي. اتلفقت له؟ اتلفقت له. اتلفقت له عشان كان عاوز يعيش نضيف. انت مش لاقي رد تقوله ولا ايه؟ هو ده الرد، وهي دي الحقيقه. اخويا مظلوم. مظلوم؟ ممسوك في قضيه وتقول لي مظلوم؟ انتوا اصلا من البدايه انا كنت حاسه ان انتوا فيكوا حاجه مش مظبوطه. مطعم يتحرق، اخوك يقتل. انت مخبي عليا ايه؟ بص يا اروى، عشان نكون واضحين من الاول، اذا انت جايباني هنا عشان ننهي العلاقه ما بيننا فانتهت، وده من حقك. انما تتكلمي كلمه واحده عن اخويا فده مش من حقك، ومش هسمح لك. كده واضحين؟ واضحين قوي. الحمد لله ان ربنا باين حقيقتكم من الاول. ماشي يا عروة. يحبس المتهم 4 أيام ويراعى له التجديد. أنا ممكن أكون مصدقك، لكن في نفس الوقت مفيش في إيدي أي حاجة أقدر أساعدك بيها. ده قانون. قانون صح. القانون ده ما بيطبقش غير علينا إحنا بس. على الغلابة اللي مالهمش ظهر. يا موسى، القانون عايز أدلة، وأنت كل الكلام اللي قلته ده مفيش ليه أي دليل، يعني بالنسبة لي مجرد كلام. حتى لو أنا مصدقك برضه ما أقدرش أديك إخلة، لأني ما أقدرش أكتب في الدفتر إن أنا أخليت سبيلك، لأني حاسس إنك مظلوم. أنت حتى ما قدرتش تدينا أي دليل قوي ينفي عنك التهمة. عندك حق يا باشا. اسمع يا موسى، أنت لو الكلام اللي قلته ده حقيقي وفعلا في ناس بالأوصاف اللي أنت قلتها دي، يبقى أنت فعلا في مشكلة، ومشكلة كبيرة. للأسف حلها مش عندي. الحمد لله على السلامة يا أمين. الله يسلمك يا أستاذ سراج. أنا آسفة إن أنا جيت لحضرتك من غير ما آخد ميعاد، لكن أنا محتاجة أكلم معاك ضروري. أنا عارفة إن أنت عديت في موقف زي اللي أنا بعدي فيه دلوقتي. أيوه. أي حد تعرض للي تعرضتي له ما يبقاش قادر يفكر أو ياخد قرار. لأن الفساد اللي أنت واجهتيه قدر يرهبك ويوصلك لدرجة الخوف اللي مش هتخليك تفكري بعد كده في مواجهته مرة تانية. أنا فعلا اتعرضت لكل ده، بس الحمد لله كسبت معركتي بعد ما كان بيني وبين الموت لحظة. هو حضرتك مريت بنفس الظروف دي؟ قصدي يعني محاولة اغتيال؟ كتير، مش أنا بس، أسرتي كلها. طب وعملتوا ايه؟ كان قدامي حل من اتنين، يا اما انسحب من المعركة واسلم، وساعتها كان هيبقى قدامي كل المبررات اللي اديها لنفسي وهي محافظتي على اسرتي، يا اما اكمل اللي بدأته واستحمل اللي هيكره. بس بعد ما فكرت لقيت انا مش ضعيف،
بالعكس أنا الطرف الأقوى، وطالما أنا الطرف الأقوى والمتحكم مش هما، قدرت أكسب معركتي. إزاي؟ بدا الفساد زي أي كائن حي لهم نقط ضعف ونقط قوة، لو عرفتوا نقط ضعفه هتقدروا تهزموه. اللي هما إيه؟ الصبر في الحرب عليه. كل ما هتتعرضوا لهجوم شرس منه، كل ما تعرفوا إنك قربتوا للقضاء عليه، وفي الوقت نفسه كل ما تتفادوا هجومه وتستمروا في الهجوم عليه، هتقدروا تهزموه وتكسبوا معركته. عارفة يا نادين؟ احنا لو تعرفنا على بعض في ظروف غير دي كان زماننا بقينا اصحاب، اصحاب قريبين قوي كمان. ما تستغربيش قوي كده، انا سمعت كنت بتكلمي مامتك وعرفت انك مالكيش اي ذنب في العمل يوسف، بس برضه مش حلومه هو، حلومك انت دلوقتي عشان تخليتي نفسك انسانه مالكيش اي لازمه. سوري ما تزعليش مني، بس انت سمعتي كل حاجة هو بيقولها لك، كل حاجة بيقولها لك كنت بتعمليها، وأعتقد ده مش كويس عشان الإنسان لما تعجبوش حاجة لازم يقول رأيه. أنا ما أقدرش أخالف رأيه. ومين قالك إن انت لما تخالفي رأيه يبقى انت كده بتعملي حاجة غلط؟ لأ ما فيهاش أي حاجة. انت عاجبك الوضع اللي انت فيه دلوقتي؟ شفتي سكتي عشان ما عندكيش رأي. واللي ما عندوش رأي للأسف يبقى كرامته متبعترة. حلو قوي. مين دي بقى يا حبيبتي اللي كرامته متبعترة؟ مين؟ يعني مش مكفيك راح تتفقي مع شحتة عليا، لا كمان بتقومي مراتي عليا. شحتة؟ شحتة اللي جالي وفضحك وقال لي على كل حاجه لما رحت تتفقي معاه عليا. فضحني ليه؟ هو انا يعني لما احاول ارجع فلوسي من الحرامي النصاب يبقى هو فضحني؟ الحرامي النصاب ده يبقى ابوكي. ولا انت نسيتي هو بيشتغل في ايه؟ احترم نفسك، ما تجيب السيره بتاع ابويا على لسانك، فهمني؟ ولا انت ناسي لحم كتفك من خيره؟ اولا انا لحم كتفي من عرقي، ثانيا 100 مره اقول لك احترمي نفسك وبطلي قلة أدب عشان ما اقطعلكيش لسانك الطويل، وانت برضه مفيش فايدة. امتى هتفهمي؟ اوعى ايدك. والله العظيم هي اللي جت قاعدة تتكلم معايا وانا ما ردتش عليها خالص. عارف هي غيرانة منك وعايزانا احنا الاتنين نسيب بعض، فلو شفتك قاعدة معاها تاني او بتكلميها تاني هيبقى اخر يوم ما بيننا. اتفقنا؟ حبيبتي نودي بتسمع الكلام وشاطره. هو الحزن اللي هيرجعه يعني؟ ولا كان في ايدي حاجه تانيه اعملها وما عملتهاش؟ دول كنت شايلهم لخرجتي، بس مش مهم، كلفتوني انا بقى في اي حاجه. اتشرف عليك. بيعيهم وهاتي له اكبر افوكادو دي البلد. خدي يا حبيبتي. خلي حاجتك معاكي يا ام، يوسف هيجيب له محايد. لا يبقوا اتنين ما يضرش. ده ميمي يا بنت، ميمي اللي انا شلته وهو صغير وحطيته على حجري ودلعته. انت عارفه ميمي ده رضع الحب والحنيه، اتفطم عليهم. ده ابني اللي كبرته